معايا 10 متهمين. انا معايا 10 متهمين لسه جايب عند القسم رافع الجرايد. رافع الجرايد. لجنة تابعة لدور مصلحة السجون فبطلنا موضوع القسم الطب عليهم فهو بتقرير المفصلة الخاصة بهم. لا كل واحد صوره بيضاء يا ريس. وما يا ريس واحنا ايه اللي عرفنا ان اللي موجود في الفلاشه ده هو اللي في هو في الفلاشه اللي هناخدها كنسخه؟ المفترض ما عليك من غير روب ليه؟ هجيب روب يا ريس. حاضر هجيب روب. خلافات لما تم في محضر الجلسة يبقى لنا ملاحظات عليها. تحديد المكان والزمان ووقت التصوير وعما إذا كانت السيديات فيها مونتاج من عدم أهم حاجة. أما سنة عن الشرع أما هيئة التصوير أو من النيابة المقرة حيث أنه بنص القانون تفريغاً
يا ريس، انا لسه بفكر في الكلام. يا ريس، انا لسه برافع على الكلام.